أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وإليكم أهم وأبرز ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم وما تناقلته المواقع الإخبارية المحلية من أحداث وقضايا. والبداية من الصوت الحماسي الذي فقدته تعز في وقت كانت بحاجة إليه كما تحتاجه طفلتاه، وعلق موقع الموقع بوست حول الحادثة التي شهدتها المدينة أمس. توفيق الشميري: قصة ثائر الرصاص والفن في تعز. ويقول الموقع: توفيق الشميري الرجل الثلاثيني الذي ألفت المقاومة الشعبية في تعز صورته وصوته ولافتاته المكتوبة التي كان يرفعها من وقت لآخر ليعبر عما يجول في مكنون صدره من مشاعر الثورة وغضب الثوار. كان توفيق ثائرا جمع بين بأس القتال وفن المقاومة، وعرفه الكثير من خلال ظهوره مع بناته الاثنتين وهو يردد العديد من أناشيد الثورة والمقاومة في مشهد تهتز له قلوب الثائرين وأرواحهم. يتابع الموقع: استشهد توفيق الشميري في جبهة ثعبات صباح الأربعاء، واحتجزت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح جثته. موقع يمن مونيتور عنون في صفحته الرئيسية وقال: توكل كرمان، بناء مدرسة أهم من بناء معسكر، وتأسيسها أهم من شراء سلاح. وقالت الناشطة اليمنية الحائزة على نوبل للسلام توكل كرمان إن تعليم المرأة أمر بالغ الأهمية ولا غنى عنه، ويجب عدم حرمانها منه. وأدعو جميع دول العالم الإسلامي إعطاء أولوية للتعليم، فبناء مدرسة أهم من بناء معسكر، وتأسيسها أهم من شراء السلاح. جاء ذلك خلال كلمة كرمان في الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث قالت أيضا: إن مسألة حقوق الإنسان تخص المرأة مثلما تخص الرجل وتخص الأطفال أيضا، ولذا يجب الاهتمام بقضية أساسية وهي ضمان وجود دول ديمقراطية، وأن الرهان على حكمة الأنظمة الاستبدادية في هذا الشأن مسألة غير مفهومة. ودعت توكل كرمان النساء إلى الكفاح من أجل الوطن والأمة والإنسانية الواحدة لجلب الرفاه والسلام للمجتمعات برجالها ونسائها، وليس هناك كفاح يخص المرأة دون الرجل، وليس هناك ميدان يخص الرجل ولا شأن للمرأة به. إذن خارطة بلا سلام، تحت هذا العنوان كتب محمد سلطان اليوسفي ما قاله المنشور في يمن مونيتور. وقال سلطان في جزء من المقال: نريد خارطة سلام لإنقاذ شعب يموت عطشا وجوعا، لا شرعنة الانقلاب وإعطائهم ما لم يصلوا إليه بقوة السلاح. خارطة سلام تتضمن السلام لشعب يحلم بالأمن والاستقرار والعيش الكريم. لا نريد خارطة أو مبادرة تعيدنا إلى ما قبل الأحداث الأخيرة لنفتح أعيننا مرة أخرى على حروب جديدة وما اتفاقية السلم والشراكة عنكم ببعيد، وقبلها مخرجات الحوار الوطني التي تنصل عنها الانقلابيون ولم يقبلوا بها. وهذه الخارطة الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ والمسمات بخارطة السلام لا تحمل في طياتها ما يبشر بالسلام. لم تكن ملزمة للانقلابيين بتسليم السلاح والانسحاب من المحافظات اليمنية بدون شرط أو قيد، كما جاء ذلك في قرار مجلس الأمن 2216 والذي قضى بتسليم أسلحة الدولة وانسحاب الميليشيات، كما ركزت الخارطة على شيء اسمه التقاسم، وبهذا كانت قد ساوت بين الضحية والجلاد. لقد جربنا التقاسم ولا زلنا حتى الآن نكتوي بنار تلك التجربة الفاشلة والتي أفشلها طرف واحد من أجل الوصول إلى ما نحن عليه اليوم. فعندما يكون أحد الأطراف هادما لا يمكن للطرف الآخر أن يبني وطنا. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: منظمة حقوقية تكشف عن احتجاز الحوثيين 27 طفلاً في صنعاء وتطالب بالإفراج الفوري عنهم. ينقل الموقع عن مركز صنعاء الحقوقي كشفه احتجاز جماعة الحوثيين 27 طفلاً في أحد السجون الواقعة تحت إدارتها في العاصمة صنعاء. وقال المركز إنه تمكن من الوصول إلى أسر هؤلاء الأطفال وجمع معظم البيانات الشخصية ل 17 طفلاً من أصل 27، ما يزال المركز بصدد التثبت بشأنهم، كما حصل على معلومات
تعلق بخطفهم واحتجازهم. ودعا المركز الذي يعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها الحوثيون وحليفهم صالح إلى سرعة إطلاقهم والعمل الفوري على إنجاز كافة بنود المسؤولية اللازمة بهذا الشأن فيما يتعلق بإعادة تأهيلهم وجبر الضرر الواقع عليهم وعلى أسرهم وإلى آخر ما يلزم في ذلك من المسؤولية. موقع الاشتراكي نت نقل في صفحته الرئيسية إحصائيات جديدة من الأمم المتحدة والتي جاءت هذه المرة عن تدهور العملية التعليمية وعنوان الأمم المتحدة 350 ألف طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أعلنت أن أكثر من 350 ألف طفل يمني لم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة في العام الدراسي الماضي بسبب استمرار العنف وإغلاق المدارس. وذكرت المنظمة الدولية في تقرير لها أن عدد الأطفال خارج المدارس بسبب الحرب والنزوح في اليمن يتجاوز 2 مليون طفل. ويتزايد تدهور العملية التعليمية في اليمن مع استمرار الحرب، وهو ما بات يهدد مئات من الأطفال بالحرمان من الدراسة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى نقص كبير في الكتب المدرسية، وهو ما اضطر الطلاب إلى البحث عن الكتب في أسواق الكتب المستعملة والقديمة. صحافة وراء القضبان. تحت هذا العنوان كتبت سمية دماج مقالها المنشور في موقع المصدر أونلاين، وقالت في أجزاء من المقال: رؤية رجعية توارثتها جماعة الحوثي جيلا بعد جيل، فمن عهد الإمام يحيى ووسائل الإعلام محدودة، حيث كان لا يوجد سوى إذاعة واحدة وصحيفة واحدة يتبعان الإمام فقط. وها هي جماعة الحوثي تعيد تلك الحقبة المظلمة بعد سيطرتها على شؤون الدولة، فما كادت تسقط صنعاء بأيديها حتى بدأت بهدم البنية التحتية للصحافة اليمنية، فأغلقت الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الفصلية واقتحمت الفضائيات ونهبت محتوياتها. ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، بل اعتقلوا الصحفيين وزجوا بهم في السجون وعاملوهم معاملة المجرمين ومارسوا معهم مختلف وسائل وطرق التعذيب، ناهيك عن المخفيين قصرا، وإلى الآن أهاليهم ما زالوا يبحثون عن مصيرهم. هل ما زالوا أحياء أم أنهم قد فارقوا الحياة، فضلا عمن اضطروا للترك اليمن والمغادرة للخارج هربا من بطش الحوثيين ووحشيتهم؟ رغم أن الصحفي اليمني ممن يشهد له بالنزاهة والمهنية، حيث تحركه دوافع وطنية ويهمه نقل الحقيقة رغم اختلافهم المذهبي والفكري وانخراطهم في أحزاب متعددة، إلا أن هناك عاملا مشتركا يوحدهم، وهو عامل المهنية في نقل المعلومة وتبادل الأخبار فيما بينهم. وهذا ما لم يعجب جماعة الحوثي التي لا تريد نقل الحقيقة للجمهور بقدر تضليله. هل عدن باتت آمنة وجاهزة لاستقبال البعثات الدبلوماسية؟ هذا ما صدر به موقع عدن تايم صفحته الرئيسية، وقال إنه يمكن معرفة الإجابة من خلال لقاء مدير أمن عدن بكل من هبة فريد مسؤول الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة، وخالد فؤاد سكرتير مدير عام التخطيط والتعاون الدولي ومسؤول التنسيقات المدنية والعسكرية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، حيث أكد اللواء شلال شايع إن مدينة عدن باتت آمنة وجاهزة لاستقبال البعثات الدبلوماسية والعاملين في مكاتب الأمم المتحدة، مبدياً استعداد إدارة أمن عدن بتأمين كافة المنشآت والمواقع والشخصيات العاملة في المجال الرسمي والإنساني. إلى موقع الوحدوي نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: في اليوم العالمي لمواجهة الإفلات من العقاب، نقابة الصحفيين اليمنيين تؤكد العمل على إخضاع قتلة الصحفيين للعدالة. وعنوان: 53 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من عام 2016. ومن تعز: هيئة مستشفى الثورة بتعز تعلن احتمالية توقف المستشفى عن تقديم خدماته. ومن عناوين الوحدوي نت: نقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزميلة أروى الغرافي وتطالب بالكف عن مضايقتها. إذن كان لهم قرية ومنزل، وكان لهم ما يعينهم على البقاء على سلم الحياة، لكن ميليشيا الحوثي جعلتهم يفقدون كل ذلك ليجدوا أنفسهم وحيدين في طرق يجهلونها ولا يعرفون إلى أين تنتهي بهم، النازحون من الصلو بلا وجهة،
جولتنا المصورة بين مجموعة من الصور التي نشرت اليوم وجسدت حجم المعاناة الجديدة. نتابع صور بعض النازحين وهم يحملون ما تيسر لهم من ثياب وأغطية. قبل أن أصحبكم بين أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى صحيفة العربي الجديد، حيث عنونت: اليمن الإرهاب يطلق مسابقات توظيف. وتقول العربي الجديد إن متخصصين بالشؤون الإرهابية في اليمن يؤكدون أن عوامل اجتماعية وسياسية وأمنية وفكرية متعددة أدت إلى ظهور التطرف الديني في جنوب اليمن. وعند مناقشة ظاهرة التطرف يجب التركيز والبحث في تلك الجذور لمعرفة أماكن الخلل. وتنقل الصحيفة عن أحد الصحفيين اليمنيين قوله: إن الشباب المتطرف في اليمن ضحية تعبئة خاطئة وأفكار دخيلة على المجتمع، بعضهم يتم اجتذابهم في مرحلة المراهقة وتسميم أفكارهم وحشوها بمعتقدات جهادية، مضيفا أن الذين تم القبض عليهم أغلبهم شباب طبيعيون قامت الجماعات باستقطابهم لتنفيذ مخططات وعمليات إرهابية. وتقول العربي الجديد إن كثيرين معنيون بمحاربة التطرف وحماية الشباب من الالتحاق بالجماعات المتطرفة، وعلى رأسهم سلطة الدولة وأولياء الأمور وجميع القيادات داخل المجتمع، إضافة إلى المعنيين بقطاع التعليم وقطاع التوعية المجتمعية، والأهم هو خلق فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة والفراغ الذي صار يدفع بكثير من الشباب إلى مربع الجريمة. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فعنونت: بريطانيا تستعد لطرح مشروع قرار حول اليمن أمام مجلس الأمن. تقول الصحيفة نقلا عن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماثيو ريكروفت إن بلاده تجري حاليا مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق باليمن، وأكد أن لندن تعتزم طرح مشروع القرار على طاولة المجلس خلال الأيام المقبلة. وأكد السفير البريطاني في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أن مشروع القرار يحتوي على 4 نقاط أساسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية ودعم خارطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن ووصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وحول موضوع التحركات الدبلوماسية لواشنطن ولندن، والتي قالت صحيفة الحياة أنهما تحاولان إقناع هادي بقبول خريطة سلام ولد الشيخ، كتبت صحيفة الحياة عن بدء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحركات مكثفة للضغط على الرئيس هادي من أجل القبول بخريطة الطريق التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وتهدف إلى إقرار تسوية سياسية وعسكرية مع الحوثيين وحزب صالح، تتضمن في جوهرها بقاء هادي رئيسا شرفيا ومنح صلاحياته إلى نائب توافقي يتولى قيادة المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق أفادت مصادر حكومية رسمية بأن الرئيس هادي التقى في مقر إقامته المؤقت في الرياض سفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر وإدموند فيتون براون، وأكد لهما حرص حكومته على تحقيق سلام يرتكز على المرجعيات المتفق عليها. وأضافت المصادر أن هادي أبلغ السفيرين أنه يتطلع إلى أن يكون صوت المجتمع الدولي واضحاً في تعرية الانقلابيين والمتمردين على إجماع الشعب اليمني وتضحياته، بعيداً من القوى الانقلابية التي تعبث بأمن اليمن والجيران من خلال منطق التمرد والسلاح. بالفور بعد 100 عام، تحت هذا العنوان كتب يونس السيد مقاله المنشور في صفحة الخليج، وقال الكاتب في جزء من المقال: 100 عام اكتملت ومرت على إعلان وعد بلفور الاستعماري، والقضية الفلسطينية لا تزال تمر في أخطر منعطفاتها التاريخية،
بل أصبحت مهددة بالدخول في سبات طويل بفعل الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. لكن إحياء ذكرى هذا الوعد المشؤوم لا ينبغي أن يكون مناسبة لاستحضار الماضي من أجل التغطية على عجزنا في الحاضر، فالذاكرة الجمعية الفلسطينية لا تزال شعلة متقدة ولا يمكن لها أن تنسى حتى أدق التفاصيل. لسنا بصدد كشف حساب حول وعد بلفور ونتائجه الكارثية على الشعب الفلسطيني، فهي لا تزال ماثلة للعيان، لكننا نأمل في أن تكون هذه المناسبة وقفة للتأمل ومراجعة الذات في مسيرة 100 عام أيضا من الكفاح الفلسطيني، سالت خلالها أنهار من الدماء وسقط خلالها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين، ومثلهم تم اقتلاعه من وطنه وتهجيره، أو وقع في الأسر أو خضع للاعتقال والتحقيق، ولا يزال الآلاف منهم يقبعون في زنازين وأقبية سجون الاحتلال. لا شك في أن هذا الوعد الذي قام على باطل، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، ألحق ظلما تاريخيا بالشعب الفلسطيني وشكل الأساس لمجمل الفظائع والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الحركة الصهيونية ثم كيانها الغاصب بحق هذا الشعب، بل شكل الأساس للهولوكوست الفلسطيني المتواصل منذ 100 عام تحت سمع وبصر المجتمع الدولي. إلى صحيفة الشرق الأوسط التي تابعت ما يجري في إحدى مديريات التعز وعنونت: صلو تعز تستغيث ووزير يمني يدعو المنظمات الدولية إلى سرعة إنقاذها. وتقول الشرق الأوسط إن الميليشيات الإنقلابية شرعت إلى عملية تهجير قسري جديدة لأهالي مديرية الصلو الريفية جنوب تعز التي تشهد مواجهات مستمرة، وعمدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية إلى إجبار أهالي قرى الصعيد والقابلة ونجد الشرف على الخروج من قراهم ومنازلهم جراء القصف المستمر على مناطق المديرية والنزوح إلى القرى المجاورة لمديرية الصلو. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من التهجير القسري لأكثر من 30 أسرة من قرية الذبح في الربيعي. وقال قيادي في المقاومة الشعبية في جبهة الصلو للشرق الأوسط إن الميليشيات الإنقلابية تسببت بحالة نزوح جماعي لأكثر من 100 أسرة من قرى مديرية الصلو بسبب استمرار المواجهات العنيفة التي تشهدها المنطقة والقصف المستمر عليهم من قبل هذه الميليشيات الإنقلابية. ووفقا للصحيفة فإن السكان النازحين بحاجة ماسة إلى المساعدات العاجلة من مواد غذائية وصحية وإيوائية ومخيمات. الجمهورية تواجه المخاطر في أماكن عديدة وفقا لصحيفة القدس العربي والتي عنونت: أوباما إلى الأمريكيين، مصير الجمهورية بأيديكم. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا الأمريكيين إلى الوقوف إلى جانب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وقطع الطريق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب ومنع وصوله إلى البيت الأبيض، معتبرا أن مصير الجمهورية على المحك. وقال أوباما خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية: بإمكانكم انتخاب أول رئيسة، لديكم فرصة لكتابة التاريخ. إذن رئيسنا 13. تحت هذا العنوان كتبت الروائية اللبنانية نجوى بركات مقالها المنشور في العربي الجديد، والذي دار فيها الخيال مع الحقيقة بخصوص انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للبنان. وقالت الكاتبة: ثمة ما يذكر بشخصية فاوست، ذاك الذي باع روحه لإبليس في مقابل أن يعيد إليه شبابه خلال 24 عاما، وبشخصيات روايات ماركيز لما تحويه من عبث التخيل والتراجيديا في آن. قصة انتخاب معلن ليس لدى الجنرال من يكاتبه أو خريف الجنرال، وبمسرحيات شكسبير لجنوح بعض شخصياتها المجنونة نحو السلطة وفقدها إثر ذلك، كل بعلاقة الواقع من حولها كما هي حال ريتشارد الثالث والملك لير. شخصية الجنرال ابن المزارع، بناته الثلاث اللواتي يتنازعن وأزواجهن إرثه السياسي، سيرته الحربية ثم السياسية وصولا إلى هربه إلى باريس بعد أن وعد بعدم مغادرته القصر إلا جثة وانتخابه رئيسا. كل هذا فيه شيء من سير تلك الشخصيات مجتمعة، وإن كانت في العمق لا تحمل كل هذه الأبعاد. أنا الجنرال 26 عاما، وأنا أنتظر ربع قرن ونيف، وها هي اللحظة تحين أخيرا. لا أحد يدرك ما كانت كلفة انتظارها علي، وها هي الآن باتت في متناول اليد.
أدخل قصر أحلامي، يجب أن تكون صورتي الرئاسية مهيبة عظيمة معبرة عن موقعي وأهميتي التاريخية، وربما أصدرت عملة عليها رسمي وطوابع بريدية أيضا. وليتني كنت أستطيع الجلوس على عرش وعلى رأسي تاج وبيدي صولجان. ليس أقل من هذا، أجل، أنا الشعب وأنا العظيم وأنا الرئيس. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ونتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.